بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أبنائي وبناتي أعزائي، طلبة وطالبات المراكز الثقافية التابعة لوزارة الأوقاف المصرية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كان اللقاء السابق ونحن الآن في اللقاء الخامس في مصطلح الحديث النبوي الشريف. اللقاء السابق الذي تكلمنا فيه عن تقسيم الحديث باعتبار القبول أو الرد، وقلنا أن الحديث منه المقبول والمردود، والمقبول ينقسم إلى أربعة أقسام: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. وتحدثنا في اللقاء السابق عن الصحيح لذاته باعتباره هو الأعلى في درجات الصحيح، وتناولنا الكلام عن البخاري ومسلم ومقارنة مقارنة بين الكتابين، أي مفاضلة. واليوم نبدأ هذا اللقاء بالنوع الثاني من الحديث المقبول، وهو الحسن لذاته. والحسن لذاته أبنائي تعريفه مثل تعريف الصحيح لذاته مع اختلاف بسيط. سأذكر تعريف الحسن لذاته وتلتقطون أنتم الاختلاف بينهما. أقول الحسن لذاته هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة. أدركتم أبنائي الفرق بينهما؟ هناك كان تم ضبطه في الصحيح لذاته، لكن هنا إيه؟ خف ضبطه. وحين أقول خف ضبطه يختلف تماما عن قولنا قل ضبطه. قل إيه؟ ضبطه. فقل ضبطه ده هيروح ضعيف، لكن خف ضبطه هو فقط مجرد أنه مقبول، ولكن جانب الضبط فيه خفة. ولذلك راوي الحديث الحسن، علماء الجرح والتعديل إذا تكلموا عنه قالوا هذا رجل صدوق. يعني إيه صدوق؟ صدوق صيغة مبالغة من الصدق، يعني كثير الصدق وبولغ في صدقه، لكن لم يقولوا عنه ثقة، قالوا صدوق. ليه؟ قال لك لأن الضبط لا يستحق المدح. ليه؟ موجود؟ موجود طبعا الضبط، وإلا حتى لو صدوق لا يلزمني، لكن صدوق بالغنا في صدقه ولم نبالغ في ضبطه زي الثقة. تمام؟ عرفنا تعريف الحسن لذاته. ذكروا له مثالا في كتب علماء المصطلح، وهو الحديث الذي رواه الإمام الترمذي من حديث ابن عجلان. ابن عجلان هذا روى الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد العتق، والمدين يريد الأداء، يعني قضاء دينه. هذا الحديث قالوا عنه أنه حديث حسن لذاته، لأن ابن عجلان هذا مدح في عدالته ولكن لم يمدح في ضبطه، ومعنى هذا أن ضبطه قد خف بعض الشيء.
الحقيقة يعني كثيرا ما يطلق العلماء على الحديث ويقولون هذا حديث صحيح أو حسن، وبعضهم يقول هذا حديث إسناده صحيح أو إسناده حسن. والفرق بينهما أن من قال هذا حديث صحيح أو حسن تكفل تكفلا كاملا بأن الحديث ليس فيه ما يخدش لا سندا ولا متنا في صحته، يعني تكفل تكفل كامل، يقصدون السند والمتن، السند وإيه والمتن. أما من يقول هذا حديث إسناده صحيح أو إسناده حسن فيقصدون به أنه كل الشروط الخمسة والزيادة قد طبقت على السند، ولكن احتياطا ما جزموا بأن المتن قد حكموا عليه، ولكن حكموا على السند، فهذا على سبيل التوقي والاحتياط. أيضا أبنائي يعني اصطلح الإمام الترمذي لنفسه اصطلاحا خاصا به، وهو يقول عن الحديث هذا حديث حسن صحيح. حسن صحيح، الله، طب ازاي يقول حسن صحيح واحنا عرفنا في التعريف ان الصحيح غير الحسن؟ الصحيح تم ضبط راويه، والحسن خف ضبط راويه، فكيف يجمع بينهما الإمام الترمذي في حكم واحد مع أنهما مختلفان؟ الجواب هذا الكلام يقوله الإمام الترمذي في حالتين: في حالة أن الحديث يكون له إسنادان، له إيه؟ يكون الحديث له إيه؟ إسنادين. الإسنادين دول ما معنى قول الإمام الترمذي في حالة ما يكون الحديث له إسنادين؟ يقصد الإمام الترمذي بقوله حسن صحيح في هذه الحالة أي أن هذا الحديث جاء من طريقين، من سندين، أحدهما صحيح والآخر حسن، فكأنه يجمع الحكم بينهما، فيريد أن يقول هذا حديث صحيح وحسن، صحيح وحسن، يعني جاء من طريق صحيح وجاء كمان من طريق تاني إيه؟ حسن، فجمع بين الاثنين الصحة وبين إيه؟ الحسن. أحيانا يقول هذه الكلمة في حديث جاء غريب، فرد ملهوش طريقين، ملهوش سندين، لسند واحد، ففي هذه الحالة إذا قال هذه الكلمة فيقصد الآتي، يقصد إيه؟ يقصد أن في هذا الحديث راو مختلف فيه، راو إيه؟ مختلف فيه. بعض العلماء يرى أنه ثقة، وفي هذه الحالة يكون حديثه إيه؟ صحيح. وبعض العلماء يرى أنه صدوق خف ضبطه، وفي هذه الحالة يكون حديثه إيه؟ حسن. فأراد أن يجمع في الحكم ولا ينحاز لطائفة من العلماء، حتى لا يقال عنه إن انحاز إلى الطائفة التي قالت صدوق يبقى متشدد، وإن انحاز إلى الطائفة التي قالت ثقة يبقى متساهل، فحتى لا ينحاز إلى أحد فجمع بين أقوال العلماء، جمع بين أقوال العلماء، فقال هذا حديث حسن صحيح. يعني إيه؟ كأنه يريد أن يقول هذا حديث حسن أو صحيح، أو
صحيح، بمعنى يعني حسن باعتبار من قال عن هذا الراوي صدوق، وصحيح باعتبار من قال عن هذا الراوي ثقة، فجمع بين القولين في حكم واحد ولم ينحاز إلى أحدهما، ولذلك أعتبر هذا من محاسن الإمام الترمذي. أنتقل بعد ذلك إلى الصحيح لغيره. هذا الحسن لذاته إن تقوى وعضد وجاء من طريق آخر مثله أو أقوى منه كما قلت منذ قليل يتقوى ويرتقي فيصير صحيحا لغيره، فيكون صحيحا لغيره. تذكرون الحديث الذي ذكرته لكم في المحاضرة الماضية في الصحيح لذاته، وهو حديث الإمام البخاري من طريق الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. تذكرون هذا؟ هنا ذكروا نفس الحديث ولكن بإسناد آخر، مثال للصحيح لغيره. إيه الحديث اللي ذكروه؟ ذكروا هذا الحديث عن محمد بن عمرو الليثي، عن محمد بن عمرو الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله: لولا أن أشق على أمتي. نفس الحديث، لكن هناك عن طريق الأعرج الثقة، هنا عن طريق محمد بن عمرو الليثي الصدوق، الايه صدوق. فلما وجدنا متابعا ومقويا لمحمد بن عمرو الليثي وهو الإمام الأعرج في الصحيح لذاته، رقينا هذا السند، فصار هذا السند بمتابعة الإمام الأعرج صار حسن لذاته ولا ارتقى؟ ارتقى، فصار صحيح لغيره، فصار صحيح لغيره. أنتقل بعد ذلك إلى النوع الرابع. النوع الرابع يا أبنائي، وهو عن الحسن لغيره، الآخر نوع، أدنى نوع من أنواع المقبول، الحسن لغيره. الحسن لغيره أصله كان كان تسلل إليه الضعف بأن بعض رواة السند هذا كان قليل الضبط، مش خفيف الضبط، قليل الضبط، زي الحديث اللي رواه الإمام الترمذي عن سيدنا عاصم بن عبيد الله، عن سيدنا عاصم بن عبيد الله عن جده عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: جاءت امرأة من بني فزارة فقصت على النبي صلى الله عليه وسلم أن شابا يريد أن يتزوجها ولم يقدم صداق لها إلا نعلين، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك وطبعا قبيلتك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجاز النبي نكاحها، يعني أجاز أن يكون النعلين دول صداق ليها، و أقر النبي هذا النكاح. الشاهد في هذا الحديث أن عاصم بن عبيد الله عن جده ضعيف، يعني ضبطه قليل، لكن وجد لهذا الحديث طريق آخر فتقوى هذا الحديث بالطريق الآخر، فارتقى وانتقل من المردود
إلى المقبول، ولكن إلى أدنى درجات المقبول، وهو إيه؟ الحسن لغيره. الحسن لغيره، تمام يا جماعة؟ طيب، هل كل حديث يا أبنائي يرتقي إلى ضعيف، يرتقي إلى الحسن لغيره وخلاص كده بدون قاعدة؟ لا لا طبعا، الحديث الذي يرتقي إلى الصحيح لغيره لا بد أن يكون الضعف فيه خفيف جدا، يعني بسبب الضبط. لكن لو كان الضعف بسبب عدالة ما يرتقيش حتى لو وجد غيره، نعمل بغيره ولا يرتقي هذا الإسناد، إنما ارتقى هذا الإسناد لتمكن العدالة من راويه، وإنما الذي يجبر الضبط للعدالة. ننتقل بعد ذلك أبنائي وأحبائي إلى نقطة في غاية الأهمية، وإحنا دي ذكرناها عرضا منذ قليل، اللي هو قضية ارتقى وتوبعة. إيه هو موضوع ارتقى وتوبعة وشاهد والكلام ده؟ قال لك في حاجة اسمها التابع والشاهد، والتابع والشاهد يأتوا عن طريق الاعتبار. طب إيه الاعتبار؟ قال لك الاعتبار هو البحث عن رواية أخرى لحديث ظن أنه تفرد به أحد الرواة، فلما أقعد أبحث في بطون الكتب، البحث ده اسمه الاعتبار. اعتبرت حديث فلان، أي بحثت لرواية أخرى عن حديث فلان. عرفنا معنى كلمة الاعتبار؟ طيب، الحاجة الثانية المتابعة. إيه المتابعة؟ قال لك حين اعتبرت وجدت لهذا الحديث الذي ظن أنه تفرد به فلان راويا شاركه وتابعه في هذه الرواية عن نفس الصحابي، فيسمى متابعة. يسمى إيه؟ متابعة. طيب المتابعة دي كلها واحد ولا نوعين؟ قال لك لا، ده نوعين. متابعة إيه؟ نوعين، متابعة تامة ومتابعة قاصرة. متابعة إيه؟ تامة ومتابعة قاصرة. إيه المتابعة؟ المتابعة تكون للراوي المتفرد من بداية السند. الراوي المتفرد من بداية إيه؟ السند. نضرب مثالا، الإمام الشافعي روى عن سيدنا الإمام مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار رضي الله عنه عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشهر 29 يوما، إلى آخر الحديث كلنا حافظينه، بتاع رمضان، رؤية رمضان. طيب هذا الحديث بهذا السند ظن بعض العلماء أن الشافعي تفرد بروايته، واعتبروه من غرائب الشافعي عن مالك، حديث غريب، فاعتبروا يعني بحثوا في بطون الكتب ومصادر السنة حتى وجدوا له متابع. متابع لمين؟ للإمام الشافعي. أين المتابع في صحيح البخاري؟ مين المتابع؟ سيدنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. عبد الله بن مسلمة القعنبي روى الحديث وشارك مين؟ شارك الإمام الشافعي. روى الحديث عن مين؟ عن مالك. يبقى الإمام الشافعي يرويه عن مين؟ مالك. طيب شاركه مين؟ عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك أيضا، ودي بنسميها إيه؟ متابعة تامة. وضحت يا أولادي؟ طيب ممكن تكون المتابعة قاصرة، هنجيب المتابعة قاصرة وفي نفس الحديث ده برضو. المتابعة القاصرة يعني حصلت
لشيخ الإمام الإمام الشافعي وشيخ مالك. في إزاي يعني؟ مش الحديث بيرويه الإمام الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر؟ طبعا كده صح، تمام كده وضحت. طيب تعالوا نشوفوا المتابعة القاصرة جت إزاي. روى هذا الحديث ابن خزيمة في صحيحه عن سيدنا عاصم ابن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده ابن عمر. فكأن أبو عاصم اللي هو محمد بن زيد شارك مين؟ شارك عبد الله بن دينار في الرواية عن مين؟ عن عبد الله بن عن عبد الله بن عمر. يبقى كأن هنا المتابعة جت في مين؟ في عبد الله بن عمر، اشتركوا فقط في الصحابي. يبقى إذن المتابعة ما بدأتش من البداية، لا المتابعة كانت لمين؟ لا كانت للشافعي ولا كانت لمالك، لا ده المتابعة لعبد الله بن دينار، ولذلك سميناها إيه؟ متابعة قاصرة، عشان ما بدأتش من سيدنا الإمام الشافعي. تمام يا جماعة؟ طيب دي المتابعات. في حاجة اسمها الشواهد أو الشاهد. إيه الشاهد ده؟ قال لك الشاهد ده حديث بسند آخر مستقل بذاته عن صحابي آخر. عن صحابة يعني السندين ده في الشمال والتاني في الجنوب، بس ايه؟ وكمان ده عن صحابي والتاني عن صحابي اخر، بس اشتركوا في ايه؟ في اللفظ والمعنى او المعنى فقط. الحديث ده هو الحديث ده بمعناه او بلفظه، تمام؟ فهنا روي حديث الشهر 29 يوما الى اخره من طريق محمد بن حنين عن ابن عباس. الأولان الأصيل اللي عندنا كان عن ابن إيه؟ عن ابن عمر، يبقى دي عن ابن عباس، يبقى ده شاهد عشان اختلف الصحابة. طيب رواه أيضا الإمام البخاري من رواية محمد بن زياد عن سيدنا أبو هريرة، يبقى هنا ده برضو شاهد، لأن الأولان كان عن مين؟ عن سيدنا عبد الله بن عمر. فلما اختلف الصحابي واختلف الإسناد صار شاهدا، يعني مقويا للسند وللمتن. قال لك لا، ما السند مختلف، هيقوي ايه؟ هيقوي المتن. يبقى التابع بيقوي السند وبالتالي يقوي المتن، لكن الشاهد يقوي ايه؟ متن الحديث فقط. واضح يا جماعة؟ طيب لما يكون الحديث له متابع أو شاهد، يعني مثلا الحديث روي عن الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار، في رواية تاني اتغير الشافعي وبقى عبد الله بن مسلمة القعنبي، ده في المتابعة التامة. وفي القاصرة اتغير بقى عاصم بن محمد وأبوه محمد بن زيد إلى آخره. الاختلاف في الرواة ده لو إن المتابع راوي ثقة وأتى بلفظة زيادة، يعني يجيه بلفظة زيادة، يا ترى زيادة الثقة دي هنعمل فيها إيه؟ هنقبلها ولا ما نقبلهاش؟ هنا هتنقسم الزيادة إلى قسمين، إما أن تكون موافقة لرواية الثقات اللي انفرد بها الثقة دي، وإما أن تكون غير موافقة. فلو كانت موافقة وليست مخالفة أو معاكسة لرواية الثقات، المانع من قبولها، ده ثقة، يبقى قبولها حيوضح حيفسر حيشرح حيزيد غرابة، ما عندناش مشكلة. زيادة الثقة هتبقى هنا أهلا وسهلا بيها ومقبولة، تمام كده. لكن زيادة الثقة إذا كانت مخالفة هنقدر نقبلها
الجواب لا، لا هناخد برواية الثقات ونترك رواية الثقة. طب في الحالة دي هنسميها ايه؟ فاكرين في تعريف الصحيح لذاته لما قلنا من غير شذوذ، مش قلنا الشذوذ هو ايه؟ مخالفة الثقة لمن هو ايه؟ فاكرين؟ أوثق منه. أها هنا خالف الثقة من هو أوثق منه، فلا تقبل هذه الزيادة ونسميها ايه؟ زيادة شاذة. زيادة ايه؟ شاذة. يبقى إذن يا أبنائي يا أحبابي، فهمنا من هذا أن زيادة الثقة تقبل بضوابط وبشروط. هذه الضوابط وهذه الشروط أهم حاجة أن تكون موافقة، موافقة لرواية الثقات. ويبقى مدام موافقة لرواية الثقات أنا ما عنديش مشكلة فيها، وأهلا وسهلا وعلى راسي ومقبولة ومرحبا بها. طيب لو كانت رواية الثقة مخالفة، يبقى في هذه الحالة هذه المخالفة تجعلني أرفض رواية الثقة وأقول هي من باب الشاذ الذي إن حفظ لا يقاس عليه. تمام يا أبنائي، بارك الله فيكم. أنتقل بعد ذلك إلى هب أن ضعيفا، ضعيفا وخالف مع ضعفه المقبول أو الثقة، يعني خالف رجل ثقة أو خالف رجل صدوق، ما رأيكم أبنائي؟ هل نقبل حديثه ونقول أنه يعني مش مشكلة المخالفة؟ الجواب لا، لا، لا نقبل حديثه ونعتبر حديثه منكرا. يعني إزاي منكر؟ قال لك لأنه خالف المقبول أو خالف الثقة اللي إيه قوي ومعتمد، وحديثه مقبول وحديثه بين الصحيح والحسن، وهو خالفه. إذن أيهما معروف وأيهما منكر؟ لا شك أن المعروف حديث الثقات، والمنكر حديث اللي خالف اللي هو إيه؟ الضعيف. يبقى لو سألت أحد أبنائي سؤالا عرف المنكر، ماذا يجيب؟ يجيب بإيه؟ يجيب هو ما خالف فيه الضعيف الثقة أو المقبول. يعني إحنا مش عايزين ولادي يعتبروا المخالفة للثقة بس، لا، الثقة أو الصدوق الاثنين مخالفتهم تجعل الحديث إيه؟ منكر. طيب الحديث بتاع الثقة أو الصدوق ده اللي هو المقبول هنسميه إيه؟ هذا نسميه المعروف. يبقى المعروف يقابل أو يخالف أو يضاد الإيه؟ المنكر. واضح كده يا جماعة؟ واضح؟ بهذا القدر أكتفي في هذه المحاضرة والتي طوفنا من خلالها بموضوعات متعددة، منها الحديث الحسن لذاته والحسن لغيره، ثم تكلمنا عن الاعتبار والمتابعة والشاهد، ثم بينا الفرق بين المتابعة والشاهد، وهي أن المتابعة يتحد فيها الصحابي والشاهد يختلف الصحابي، وبينا الفرق أيضا بين المتابعة التامة والمتابعة القاصرة، ثم انتقلنا إلى زيادة الثقة.
وقلنا أنها هي مقبولة نعم، ولكن بضابط التوافق والاتفاق وعدم المخالفة لمن هو أوثق منه. وكذلك تكلمنا عن اعتبرنا هذه الرواية شاذة إذا خالف الثقة أو المقبول من هو أكثر منه قبولا أو أكثر منه ثقة، أما إن خالف الضعيف المقبول فاعتبرنا هذا من باب المنكر والمعروف. المنكر هو ما جاء عن الضعيف، والمعروف ما جاء عن المقبول. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.